الأعزاء المشاهدين، الفضائية الأرامية تهنئكم بمناسبة العام الجديد، ويسرها أن تدعوكم كي تشاركوها في أول أسبوع لعام 2022 بالصلاة والتضرع أمام عرش النعمة من أجل الأفراد والعائلات والمرضى، ومن أجل امتداد الكرازة بالإنجيل في العالم أجمع، ولأجل خلاص النفوس الغالية على قلب الرب، وذلك مع برامجنا اليومية على البث المباشر ابتداء من يوم الثلاثاء 4 يناير إلى يوم الجمعة 7 يناير كانون الثاني تحت شعار صلوا بلا انقطاع، كما تقول كلمة الرب: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يمكنكم الاتصال بنا من أجل طلبات صلواتكم على الرقم 248-416-1300 مع خالص محبة الفضائية الأرامية.